مليون في البلاد هذي ما عادش تجيب شيء. اليوم ما تنجمش نجيب الجدار في حومه شعبيه. 100 مليون و 200 مليون بالنسبه لي انا الرفاهه حاجه عاديه وليت معناها. كنت في الكاميرون نعيش في الافريك. اش قولك في الكاميرون؟ الكاميرون ابارامون من الدول اللي صاير فيها ديفلوبمون اكثر من تونس برشا. احنا ما تقول غادي مورد رزق غادي. برشا توانسه غادي يعيشوا فما مورد رزق ولاباس. الحمد لله يا ربي. توا انت كان رقدت وقمت وتلقى عندك 100 مليون تحت راسك كما يقول فيها. شنو تنجم تعمل به؟ 100 مليون في البلاد هذه ما عادش تجيب شيء بالنسبه لي 100 مليون. الدنيا غاليه برشا اقل كهرباء سومه 30 40 مليون. اقل دار 250 300 مليون. الفلوس ما عادش عندها حتى فاليو لهنا في تونس. 100 مليون و 200 مليون بالنسبه لي انا الرفاهه ماش حاجه عاديه وليت معناها ماشي اللي تنجم تعمل بها حاجه كيف قبل. نقول احنا قبل ب 10 15 سنه عندها فالور كبير. تو 100 مليون ما تنجمش نجيب لك دار في حومه شعبيه طب. مع الاسف ما تجيبش دار ما عادش تجيب دار. تو 100 مليون بيان سير وقتها كي تشوف انت شكارت السيمان ب 15 دينار وبر الحديد ب 35 دينار واقل بنايه نهار ب 100 دينار واقل صانع نهار ب 50 وب 40 دينار سي نورمال. 100 مليون شنو تنجم تجيب بها؟ انت 100 مليون تهزهم تطلع بهم الكاميرون تنجم تعيشك؟ ولا مصروف جمعة؟ لا في مود في معين تنجم تعيشك. أما في الأوت جام لا خاطر السيافا غالية برشا معناها كبلاد غالية ياسر. معناها أعمل حسابك معناها في الجمعة تنجم تصرف معناها مليون مليون ونص تونسية فاسيلمون. باهي كما يقول شنو الباهي غادي وشنو الباهي لهنا؟ على شنو تميز تونس على الكاميرون؟ هوني بتاتر في البنية التحتية احنا مازلنا متطورين عليهم. اما هما قاعدين يتحسنوا معناها قاعدين معناها فما دي ترافو برشا في البلايص الكل في توت لي فيل. ونأكد لك انا معناها 15 سنين القدام نأكد لك معناها اغلبية الدول لي زافريكان باش نقعدوا على السيستيم وعلى النيفو هذايا معناها تروبا. نأكد لك في ال 15 سنين القدام باش يطيروا بينا معناها باش يهربوا بينا هروب. هما ديجا طايرين. هما ديجا طايرين في دول معينة. مثلا كيف اثيوبيا كيما رواندا كيما الكوت ديفوار كيما سود افريك كيما السنغال هذوما معناها طاروا علينا. وفما دول اللي قاعدين طالعين مثلا كيف الكاميرون كيف الجابون كيف توا التونسي مكثرية يحب يحرق. شنو هي البقعة اللي نجم يمشي يخدم فيها من غير فيزا معناتها يمشي يسافر لها ويبقى يخدم غادي من غير فيزا؟ بالنسبة للأوروب أنا حسب تجربتي وحسب العباد اللي نعرفها وحسب الانتوراج اللي انا داير به وعندي برشا ولاد حومتي اللي مشاو لايطاليا كلهم ما نجحوش. بريسك ارار معناها نقول احنا واحد اثنين في الالف في الالفين باش ينجح ويبدا عنده شكون مثلا خو ولا واحد من الفاميل باش يعاونه. سينو بالنسبه لي انا نقول له تخرج لايطاليا انا حسب الوضع اللي قاعد نرى فيه نشجع على الشباب باش بون حرقه بتاتر صعيبه شويه خاطر فيها برشا ريسك. اما اللي يحاول كيفاش يشوف مثلا خارجه امور قانونيه بالنسبه لي انا اي بيان سور. انت اول ما خرجت كيف خرجت؟ انا خرجت كونترا كونترا عن طريق الخدمه خرجت. تخدم انت صح؟ انا نخدم كونسلتون. ان شاء الله ربي يعينك ويعطيك الصحه وميرسي بوكو. عايشك ربي يخليك وتونس راهي باهيه ومزيانه برشا وبصراحه انا ساعات نشوف العباد اللي في انتوما معناها اللي تعدي الميكرو تروتوار الميكرو تروتوار بصراحه حتى كي نشوفوكم في الغربه معناها حاجه سافا با على الاخر حاجه بلا خاطر احنا فما ناس كفاءات في البلاد وفما معناها فما ناس اوت جام معناها كي نحكي لك انا معناها نعيش في بلاد معناها ناس بالحق اللي تنجم تسير 20,000 بلاد كيف هكا معناها. وان شاء الله تونس لاباس وان شاء الله في خير وان شاء الله الناس الكل تمشي للاستفتاء لو 25 سواء تعطي رايك مثلا بالباهي ولا موافق ولا ماكش موافق. ما تقعدش في دارك ومن بعد تقول شبيني ما عطيت السوني وشبيني كذا فهمتي. انا ننصح العباد الكل لو 25 باش تمشي تصوت سواء بالوي ونو وان شاء الله ربي يجريها على الصلاح.